مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة المحور وفقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. يعني هنتكلم النهاردة عن أهم حاجة بتهم أي حد في الدنيا نفسه يخس، يعني الفكرة كلها إن هو مش عايز يخس من جسمه كله. هنتكلم عن السمنة الموضعية. في ناس عندها مشاكل إن هي الدهون بتاعتها بتتراكم في أماكن مختلفة بس مش في الجسم كله، بتتراكم مثلا في منطقة الذراعين، بتتراكم في منطقة البطن وبتسبب له أزمة، لأن هو مش عايز، يعني هو لو عايز يعمل دايت هو هيعمل الدايت بس مش هيخس. المشكلة إن هو يخس من جسمه كله، هو جسمه كله أصلا متناسق وعنده مشكلة في مكان واحد بس. وكمان أنا عايزة كمان أقول لكم إنه السمنة الموضعية دي مش بتخس كمان بالدايت، يعني بتبقى محجره كده شويه زي ما بيقولوا، يخس من جسمه كله الا الحته اللي هو اصلا عايز يخس منها. علشان كده النهارده احنا ان شاء الله هنتكلم عن الحل السحري لمشكله السمنه الموضعيه، وهي ان احنا ازاي نقدر نشفط الدهون بالفيزر. وكمان عايزه اقول النهارده لكل الساده المشاهدين ان احنا عندنا الشعب المصري بيتميز جدا بالجسم ده، ان هو بيكون ممكن نحيف من فوق شويه ومن تحت بيكون فيه سمنه كتير. النهارده احنا هنتكلم بشكل مختلف عشان هنتكلم ازاي نعالج المناطق دي او نتخلص من كل الدهون الموضعيه دي. ولكن الاول اسمحونا نرحب بضيفنا. ضيفنا النهارده بيقدم لنا كل جديد في عالم جراحات السمنه والتجميل، وعايزه اقول لحضراتكم ان هو مثال مشرف لمصر لان هو اضاف كتير جدا في عالم السمنه والتجميل. ويمكن في جراحات في جراحات من جراحات السمنة موجودة باسمه، طبعا كلكم النهاردة عرفتوا مين هيكون معانا. ضيفنا النهاردة هو الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر وأيضا عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بيك يا دكتور، منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا. أول الكلام كده دكتور، في البداية كنت عايز أعرف من حضرتك يعني إيه شفط الدهون بتقنية الفيزر؟ والحقيقة الفيزر تكنولوجي حديث جدا، بيستخدم الموجات الصوتية اللي هي معروفة طول عمرها بالأمان والاستخدامات الطبية المتعددة. بيخلي الخلايا الدهنية نفسها، مش الدهون بس، هي اللي تتفتت. بمعنى ان اول ميزة من مميزات الفيزر ان غير قابل للعودة، لان هو مش بيسيح الدهون اللي جوه الخلية. هي الخلايا الدهنية عبارة عن خلية فيها كل المحتوى بتاع الخلية، النواة، الميتوكوندريا، الغشاء البلازمي، وفيها حويصلات بيتخزن فيها الدهون. كل الطرق القديمة كانت بتعتمد ان هي بتسيح الدهون اللي في الحويصلات، تمام. لكن الخلية ما زالت موجودة بالغشاء بتاعها، بالمصنع بتاعها، فقابلة انها تخزن الدهون تاني، صح. لو المريض اكل. الفيزر لا، هو بيكسر الخلايا الدهنية والغشاء البلازمي بتاعها والميتوكوندريا اللي هو المصنع نفسه، وأصبح الخلية غير قادرة، وبالتالي الطبقة اللي احنا بنشفطها غير قادرة على الإطلاق ان هي بلا رجعة بتمشي، ان هي تخزن دهون تاني. دي اول يعني ميزة من مميزات الفيزر. زي ما هو حضرتك شايفاه في الصورة، هو الفيزر اللي احنا شايفينه ده اسمه الفيزر الجيل الثالث او الادفانس تكنولوجي. يعني الفيزر بدأ بفيزر 1 فيزر 2 وده فيزر 3 اللي هو الادفانس تكنولوجي اللي هو اعلى حاجة في العالم دلوقتي. الفيزر برضو مميز ان هو بيعمل حاجة عمرنا ما كنا بنشوفها في اي حاجة تانية. الى جانب شفط الدهون، اي اجهزه اخرى كان لازم يحصل بعدها ترهل في الجلد، لان ده معناه ان دي منطقه كانت مليانه دهون، معناها الجلد متمدد وستريتشد على الدهون دي. اول ما تشفطي الدهون تلاقي الجلد ترهل. الفيزر زي ما حضرتك شايفه بيعمل ايه؟ بيسيح الخلايا الدهنيه تماما، بس له تاثير مختلف تماما، وهو انه مع ده وهو بيتحرك الفيزر بيدخل مبدئيا في الجلد ب 2 مللي، جرح صغير او زي ابره 2 مللي يمشي تحت الجلد بطريقه شيك زي ما انت شايفه، من غير تروما، مش بنكسر زي الطرق العاديه. الطرق العاديه بتعتمد على ان انا بدخل حاجه واقعد اكسر في الدهون كان انا بنحتها بالصخر زي ما بيقول. لا، الفيزر هو الموجات بتطلع بتكسر الخلايا وتسيح الدهون، بس بص التأثير ده ايد الجراح فوق الجلد، واللي تحت الإبرة دي العضلة. بص الجلد بينزل يلزق على العضلة ازاي، هايل جدا يا دكتور. التأثير بتاع الموجات ان هو يعمل شرينكج
للجلد ويخلي مثلا بدل ما طول الجلد مثلا 20 سنتي يقدر يخليه يكش جوه نفسه وينكمش ويبقى 15 سنتي، وفي نفس الوقت يخلي سمك الجلد اكثر شويه فيدي، لان طبعا كل ما الجلد يتمدد كل ما الجلد يرق كل ما الحيويه والنضاره والاحساس بتاع الجلد المشدود بيروح. طبعا الفيزر بيخلي طبقات الجلد تزيد، يزود السكنس. اللي احنا شايفينه ده هو النحت بمعنى اصح. الصور اللي احنا هنعرضها، حابب نرجع بالصور تاني يا دكتور عشان الناس تشوف؟ يا ريت. يا ريت نرجع بس بالصور تاني، الصورتين اللي فاتوا. بصي حضرتك الفيزر اتعمل، ده الصوره دي بتبين الفرق بين الفيزر اللي هي البوتل اللي على الشمال، واحنا واقفين قاعدين كده قدام التلفزيون، البوتل اللي على الشمال دي اللي هي صفرة بس، ده الكونتنت او المحتوى اللي بيطلع من الفيزر. ليه اصفر؟ وليه الليزرز بتاع زمان او الطرق التقليديه نصها من فوق اصفر؟ لان دايما الدهون تطفو لانها خفيفه كثافتها، والدم يبقى تحت. زي ما حضرتك شايفه في الليزر القديم في نسبه من الدم على المحتوى اللي احنا شايفينه تقريبا 600 مللي. تمام، كتير. في الفيزر مفيش الكلام ده، بيطلع كميه الدهون طبقه خالصه تامه من الدهون. تماما. طب بص خلينا نوقف عند الصوره دي يا دكتور، في بعض الناس ممكن يشفطوا دهون بالشكل ده، يقول لك انا عايز استفاد بيها تاني. يعني مثلا في مريضه تقول لك طب احنا طبعا كلنا بنتميز بكده، الجسم دايما بيبقى نحيف شويه من فوق، او مثلا عايز استفاد في وشي مثلا، اعمل اي اضافه لدهون تانية في الجسم، ازاي ان احنا ممكن نعيد حقنه مره تانية في الجسم؟ ما هي دي ميزه برضو في الفيزر، ان هو بيطلع الدهون خاليه من الشوائب، خاليه من الدم، خاليه من الانسجه اللي متكسره، فلما احقنها بعد ما ركزها بجهاز السنتريفيوج اخد منها كواليتي عالي، اخد منها استفاد منها كويس. بالظبط. اقدر احقنها زي ما حضرتك بتقولي في المناطق اللي الست عايزه اللي ممكن اي واحده تبرزها ممكن اكتر، ان هي تحقنها في اي مكان، خطوط تمام. الوجه احيانا، الرقبه احيانا، الرسغ بتاع القدم من تحت كعب فوق الكعب على طول، بالظبط. احيانا بتبقى قصبة الرجل في بعض البنات بتبقى رفيعه قوي وهي عايزاها تبقى ملفوفه شويه، في ناس تقول لك انا مش عايزه احقنها فيلر هتبقى صعبه. في الايد احيانا كف. الهانش في ستات كتير بالذات في الخليج بيحبوا جدا انهم يحقنوا الهانش. الساديين طرق تكبير جداً. من احدى طرق تكبير الساديين هي ان انا احقن دهون اخليه بارز ومشدود وشكله حلو، خصوصا ان هو يكون امن جدا لان الدهون من المريضه نفسها، بنعيد حقها. طبعا لا ده طبعا ده حاجه طبيعيه، احنا مجرد ان احنا ننقلها من مكان لمكان فالمريضه تستفيد بالديزاين الجديد. ده يعتبر ديزاين جديد لشكلها، منطقه قلت خالص، خصوصا على فكره الشكل ده بيبقى مثالي جدا لما مثلا نعمل نشفط البطن، فالبطن تبان فلات وداخله لجوه والوسط مرسوم، ونحقن في الثدي مثلا فتلاقي الثديين برزوا، عكس الست مكان تلاقي الصدر فاضي ومترهل وبطن كبيره، يعني شكل عكس الستايل الانثوي او المظهر الجمالي اللي كل ست تتمناه بالظبط. فتلاقي لا البطن دخلت لجوه، الصدر برز، الوسط مرسوم، بيدي طبعا شكل مثالي. طيب دكتور احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الفيزر، في بعض دلوقتي السيدات اللي بيشوفونا او بعض المرضى اللي بيشوفونا اللي بيعانوا من دهون في اماكن مختلفه او متراكمه في اماكن معينه، في بعض الناس يا دكتور حتى الان ما يعرفوش ايه الفرق او المميزات الفيزر عن طرق الشفط التقليديه اللي احنا عارفينها اللي هي العاديه، ايه مميزات الفيزر؟ الحقيقه المميزات كتير جدا، اولها اللي احنا النقطتين الاولانيين اللي احنا قلناهم، ان الفيزر بيشتغل بتكنولوجي حديث بموجات صوتيه، ما بيكسرش الانسجه اللي تحت الجلد زي الطرق القديمه كانت بتعتمد على ميكانيكال تروما، انا بكسر الدهون بالشفاط، افضل اخبط في الدهون لغايه ما تتكسر، ده طبعا بيعمل يطلع كرات دم حمراء فيطلع كميه من الدم، يعمل تلف للاعصاب الطرفيه اللي تحت الجلد، فتلاقي المريضه مش حاسه بالمنطقه اللي اتشفطت، ممكن يوصل لسنه وحتى بعد كده الاحساس لما يرجع شويه برضه يفضل احساس تنميل، احساس مش طبيعي، ودي طبعا حاجه مش مرغوبه على الاطلاق. الشد بتاعه الجلد دي احدى المميزات اللي هي يونيك جدا للفيزر، مفيش جهاز في العالم ممكن يعمل شفط وشد بهذه القوه في نفس طبعاً. الوقت زي ما احنا شايفين كده يا دكتور في الصوره اللي قدامنا. بصي حضرتك هو احنا الصور اللي بتتعرض
ممكن يبقى الفيزر مش هو المثالي ليها، لكن المريض بيختار الفيزر لانه هو طريقه غير جراحيه، شايفه حل جرح. اسهل. ناس كتير بنقول لهم الفيزر يدوكوا نتيجه 70-80% زي الحالات اللي قدامنا. طبعا الدراع كبير جدا، دي سمنه شديده قوي، قطر الدراع 47 سنتي، الفيزر يقدر ينزله يبقى 41. لو عايزين ننزله اكتر بنقول لهم طب ممكن نعمل نضيف جرح تجميل، يقول لا انا تقول لا انا مكتفيه بالشكل الجميل ده، انا كده ممتازه. واحنا على فكره شعبنا ما بيحبش يبقى رفيع قوي، في ثقافات كتير عندنا لا تقول لك انا احب برضو يبقى جسمي ملفوف، دراعي ملفوف، ما احبوش يبقى رفيع قوي. زي حضرتك شايف ده حجم كبير جدا، خد بال حضرتك الصور دي في العالم ما بيشوفهاش، لان هم بره ما يقدرش يشتغل على الاحجام دي، هم معمول الفيزر للاوزان الاخف اكتر. فاحنا الصور دي صور تعتبر يعني قمه القوه طبعا للفيزر، انه يشتغل على حاجه العالم كله مش متخيل انه ممكن يدي نتيجه، انه يقلل المقاس بالشكل ده ويشد الجلد. وده اللي بيخلي حضرتك سباق في مجالك يا دكتور طبعا. ربنا يخليك. بص حضرتك الحته بتاع البرا لاين في الظهر دي بقى، ما احنا عندنا شائعه قوي المنظر ده، بنشوف كتير. دي حاجه دائمه. بص حضرتك الشكل اختلف تماما لما بتعملي البرا لاين، والوسط من تحت بيختلف تماما. البطن على فكره من الحاجات اللي بتبقى سحريه قوي في في في, في البنات او الستات. زي ما حضرتك شايفه هي هنا الاستخدامات العالميه للفيزر، اللي هو واحده رفيعه، هي مش تخينه على فكره، فمش عارفه تعمل ايه، عندها كميه بس دهون بسيطه، بس هي عايزه رسمه الجسم، عايزه النحته. يعني دي بتناسب بنات كتير تقول لك انا ما عنديش سمنه، بس شكل بطني مش الشكل اللي بشوفه في مثلا في النجوم. في شخصيات كتير تلاقي سليم كده وسكيني الى حد كبير. انستجرام يا دكتور مجان البنات. بالظبط، بدا الاطلاع على العالم يخلي الطموح اكبر، وده حق لكل الناس، واحنا بلدنا بتتقدم فلازم. دي بقى حاله يا دكتور احنا بنشوفها يمكن كتير جدا، يعني مش هقول لك كبار السن دلوقتي، بقى واحده صغيره مثلا في الثلاثينات بس ولدت، ممكن ولدت او مثلا ولدت توينز ولا حاجه المشهوره. بقت الشكل ده زي ما حضرتك شايفه، يعني نقدر نقول ان انا نتيجه 90% من ان الدهون اختفت والجلد رفع كمان، ودي اللي كانت عمرها ما تحصل. كان زمان عشان نشفط دي تلاقي الجلد ترهل اكتر واصبح فقد المرونه بتاعته وبقى مكرمش الى حد كبير لما يفضى من الدهون. لا بص الفيزر قدر يرفعه طبعًا. قدر يرفعه بدرجه كبيره ويدينا شكل مثالي. هي دي يا دكتور اللي فاتت كانت شفط وشد ولا فيزر بس؟ لا شفط، بس احنا معلمينها عشان نبين ان ازاي ادانا تاثير كانه شد جراحي، كاني قصيت الجلد. يعني هنا مش مقصوص الجلد يا دكتور. بص احنا بينا بس ان ده كاننا قصينا الجلد، ادانا النتيجه المثاليه اللي حضرتك شايفها. مبهره طبعا يا دكتور. بص هنا ده اللي هو السليمنس بقى، اللي هي عايزه تبقى سكيني. هي بطنها مش وحشه، لكن هي عايزه طموح اكتر. عايزه الوسط قليل جدا، عايزه تاخد الدهون تحقنها في الهانش. كيم كارداشيان مقصره على الناس، البنات متاثره جدا. هو ده يتعمل بحاجه زي الفيزر. هو ده التكنولوجي اللي كان العالم كله بيدور عليه وما كانش موجود لغايه 2-3 سنين. كمان بقى في ثقافه اعلى دكتور للرجال، واضح ان هنا يا نور شايفه طبعا. البطن المصريه الشهيره عند كتير من الرجال، وده كده يعتبر محافظ على نفسه. عنده البالك ده لما يجي يلبس لبس ضيق شويه، بادي في بيته، في البحر، في اي مكان، بيحس ان بطنه مش مبسوط منه. بيعمل سكس باكس كمان يا دكتور. بالظبط. هتشوفي بقى سكس باكس في الرياضيين. يعني لما تلاقي واحد رياضي والعضله بتاعته كويسه انا ببقى مبسوط جدا. ده البرا لاين برضو، والظهر زي ما حضرتك شايفه اصبح فلات تماما. وتحت الابط لو تاخدي بالك الحته اللي تحت الابط كانت عاليه جدا، لما اتشفطت نزلت قوي. الرياضيين بقى بتشوفي فيهم نتيجه مذهله جدا. بص ده شخص رياضي وماسكولر وعضلاته كويسه، بس شايفه الفرق بين الصوره دي وبين الرسمه بتاعه العضله؟ ينزل بطنه. ما هو ما عرفش ينزل بطنه، وما عرفش يظهر العضله اللي هو
بيبذل عشانها مجهود عنيف ليل نهار طبعا. لان العضله متغطيه بدهون، الدهون كانها كسوه مش عايزه تروح، فمش مديه العلامات بتاعه العضله. لما شفطنا الدهون والجلد لزق على العضله شفتي بقى العضلات اللي هو بذل فيها مجهود عنيف، احنا مش عاملين له عضلات، هو عنده العضلات بس كانت مستخبيه. في ناس تانية بقى هو ما عندوش العضلات، بنقدر نعمل له رسمه السكس باكس بالفيزر. ودي من الحاجات اللي احنا عملناها دي، مش 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 مش, مش متقاله في الانديكيشنز بتاع الفيزر. لكن احنا بنقدر نشفط في منطقه طبقه نسيبها سميكه سنه، ونيجي في خط معين نخليه قليل قوي، فتترسم رسمه السكس باكس بتاعه البطن، مع ان هو مش رياضي وما بيلعبش رياضه ولا حاجه، بس يعني بنرفع عنه مجهود. سكس باكس بتحتاج مجهود كبير قوي رياضي عشان خاطر تتحقق. بنقدر نعملها له في جلسه واحده في نص ساعه او ساعه، بيبقى سعيد بيها جدا. يجي لك ترسم له جسمه ويروح على طول. طيب دكتور، بما اننا لسه بنتكلم عن الرجال، فخلينا برضو نكمل كلام عن الرجال ومشكله التثدي اللي بتكون عند بعض الرجال، وطبعا بتسبب لهم احراق كبير جدا، وزي ما قلنا قبل كده في نزول البحر، البول، اي حاجه، يعني لما بيتعرض للناس بيبقى متضايق جدا، وفي ناس بيبانوا من على الهدوم، في اللبس العادي، التيشيرت العادي الخفيف بتاع الصيف. هل الفيزر برضو ليه دور في حال المشكله دي؟ الفيزر في التثدي عند الرجال مثالي لاكبر حد، لان احنا التثدي عند الرجال كان مشكلته ان احنا الثدي بيبقى فيه دهون، بيبقى فيه غدد لبنيه. فحتى لو كنا شفطنا الدهون بالطرق العاديه، كنا لازم نفتح جرح تجميلي ونشيل الديسك او الغدد اللبنيه، بتبقى هي عامله زي الديسك كده، حته صغيره ملفوفه حوالين نفسها من الجرح التجميلي، ونخيطه بطريقه تجميليه. ونشيل الجلد الزياده، لان ما كانش فيه جهاز بيشد الجلد. الفيزر بيعمل الثلاثه في مره واحده، يشيل الخلايا الدهنيه، بيكسر الغدد اللبنيه، ويخلي الثدي فلات، ويشد الجلد، ينيمه على العضله بتاعه البكتوراليز ميجور اللي هي بنسميها عضله البنش، فيدي شكل مثالي جدا. طبعا هو في درجات من التثدي عند الرجال، واضح قوي في الصوره دي. بالظبط، هايله طبعا. بص، شايفه الديسك في حاجه كده تحسيها مدوره تحت الثدي، مش مجرد بس ان هو تكتل دهون، في حاجه لها ايدج، لها حرف تحت. بص في الناحيه الثانيه اختفت. اللي تحت ده دي الغدد اللبنيه، يعني الرجاله لما يبقى عندهم تثدي نسبه كبيره منهم بيبقى عنده غدد لبنيه زي الستات. فالفيزر هو الوحيد اللي ادانا النتيجه دي، وكسر الغدد اللبنيه وخلى الجلد لزق على العضله، وادانا الشكل اللي احنا شايفينه. ممتازه بصراحه يا دكتور. وهنا كمان ده هنا الحاله اصعب. انا عايز اقول لحضرتك الحالات بتاعتنا دي لما بنعرضها في اي مكان الناس في العالم كله بيستغربوا، لان هم ما يعرفوش انها ممكن تستخدم في الحالات دي. احنا عندنا برضو الحالات بتبقى شديده شويه. سمنه يا دكتور، احنا شعبنا سمنه شويه. بالظبط. عن اوروبا مثلا تلاقي لا، يعني لما يعرض صورتين ممكن تبقى شايفه، طب هو الفرق مش كبير قوي ليه؟ عشان هم برضو محافظين شويه. لكن بصي الصوره ادت فرق، سواء في الثدي نفسه وفي الغدد اللبنيه اللي موجوده، او في الفولد اللي تحت الثدي. بصي تحت الثدي نفسه في فولد بنسميه الاكزيلاري تيل او ديل الثدي. ده واصل لغايه ورا على فكره، مش هو مش واقف هنا. طبعًا. هو واصل لغايه تحت الابط ولغايه الظهر، شبه البرو لاين كده. كمان بالظبط. كل ده بيختفي بالفيزر ويدي شكل مثالي. دكتور، واحنا بنشرح كده على الصور، طبعا احنا عارفين ان انت بتشيل جزء بسيط، في ناس يعني بيعانوا من ايه، من شويه دهون كده مثلا، عايزين نحت وسط مثلا، او عايزين مثلا يشيلوا دهون من اماكن مختلفه، او التثدي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هل في اي علامات بتبان يا دكتور اثناء بعد الفيزر لما بنعمله ولا لا؟ ما هو ميزه الفيزر الاولى ان احنا بندخل من خرم 2 مللي، وبنختار حته مستخبيه، يعني في الثدي مثلا خرم 2 مللي ده بيبقى تحت الابط، فمفيش اصلا مش ظاهر. في البطن بيدخل من الكسره بتاعت الجلد اللي هي زي مكان القيصريه اللي هي متنيه اوريدي، وده 2 مللي، حاجه زي ابره الكانيولا او الابره السرنجه العاديه، حاجه ولا تذكر على الاطلاق. حقيقة دكتور أنا بشكر حضرتك جدا جدا، للأسف وقتنا خلص مع حضرتك، بس إن شاء الله نستكمل. طبعا إحنا معانا أسئلة كتير قوي، إن شاء الله نستكملها في حلقات تانية. اتكلمنا النهاردة عن الحل السحري والآمن للتخلص من الدهون، سواء سمنة موضعية، بس إحنا اتكلمنا عن أكتر من نوع من أنواع السمنة، بس أهم حاجة هنتكلمنا عنها النهاردة هي السمنة الموضعية اللي ممكن تكون موجودة في منطقة البطن ومنطقة الذراعين. فاتكلمنا عن إزاي نقدر إننا نتخلص منها بتقنية الفيزر. كان ضيفنا اللي منورنا النهاردة أستاذ
الاستاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والتجميل بجامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الفيدرالية الدوليه لجراحات السمنه والسكر. بشكر حضرتك يا دكتور جدا. بشكر حضرتك يا دكتور على وجودك معنا. مشاهدينا فقرتنا انتهت، استنونا فقرات جديده ومتجدده دايما من الطبيب. اشوفكم على خير، الى اللقاء.